اللي من اسباب فوز النادي الاهلي في المباراه اليوم والمباراه الاولى كابتن ساره امين. كابتن ساره، طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك ما شاء الله، اداء وروح عاليه منك ومن كل لعيبه النادي الاهلي بنشوفها في المباراه اليوم. ميرسي، ربنا يخليك. يعني ببارك للفرقه والجهاز الفني للجمهور كل الناس. الحمد لله احنا تعبنا قوي قوي، يعني احنا بقالنا سيزون كامل اهو بنحارب علشان اللحظه دي. الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب، الحمد لله قدرنا ان احنا نبقى رجاله. خسرنا الماتش الثاني بس قدرنا نعوض، والحمد لله تعويض كان بطريقه كويسه، قدرنا ان احنا نكسب. وان شاء الله لسه قدامنا بطولتين، كاس وافريقيا، وان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله. يا ساره، يمكن طبعا الفوز في اول مباراه وثاني مباراه طبعا خساره، وكان عدم توفيق اكيد. يعني اتكلمتوا مع بعض انتوا اللاعبات بقى في المعسكر اكيد بعد المباراه الثانيه، اتكلمتوا في ايه؟ كابتن ابراهيم اتكلم معاكم في ايه؟ نبهكم طبعا على اكيد على بعض التعليمات قبل المباراه اليوم. طبعا كان في زي ما يكون استهتار، اخطاء كتيره قوي احنا وقعنا فيها في الماتش الثاني، قدرنا ان احنا نقعد مع بعض. طبعا كابتن خالد العوزي جالنا، كابتن محمود الخطيب جالنا الاوتيل، تعليمات على طول، وقدرنا ان احنا كل واحده تعرف غلطت في ايه، اللي حصل في الماتش. شفنا الفيديو كذا مره علشان نعرف ايه اللي حصل في الماتش بالظبط. قدرنا احنا نفسنا نقعد مع بعض واتكلمنا مع بعض كتير قوي بعد الماتش. الحمد لله قدرنا ان احنا نلم بعضنا تاني عشان نفوز بالبطوله دي، والحمد لله الحمد لله كسبنا بيها. كسبناها. جمهور النادي الاهلي واثق فيكم يا ساره ان شاء الله، واثق في كل اللاعبات ان انتوا هتحصدوا وهتحصلوا على كل البطولات باذن الله بقيه الموسم. ميرسي جدا يا ساره. ميرسي ليك يا سلام حبيبي. طبعا مستمرين معاكم ومعايا طبعا الكابتن